فمش عاقل يجي يخدم على حاجة عندها علاقة بالأوراق في تونس وإلا بالإدارة التونسية. أكثر من واحد منا ينجم يهرب أول ما يسمع بفكرة مشروع يحب ينحي مشكل تعريف الإمضاء وتصحاح الأوراق. يا ولدي فك عليك، يا ولدي تضيع في وقتك. هذه الأجوبة اللي تنجم تجيه. أما ضيف الجمعة هذه كيما مؤسسي إنجي ساين خذوا الحكاية كتحدي من الأول. سنين وهما في الصعوبات، سنين وهما يواجهوا في إدارة ما عينهاش ياسر تطبق قانون عنده 20 سنة. أما رغم هذا واصلوا مشوارهم. الإصرار، الجرينتا، الدم البارد، حاجات لازمين باش توصل تنجح مشروعك. هكا يقول معز بن مبارك، واحد من مؤسسي إنجي ساين للإمضاء الإلكتروني. عندكم ما تسمعوا من ضيفي على قصة بداياته، على الصعوبات، على التحديات اللي عرضتهم وما زالت تعرض فيهم كل يوم. هذه قصة البدايات الناجحة المعز بن مبارك ضيفي الجمعة هذه في انجح في حياتك. انجح في حياتك. معز بن مبارك، شنو اللي يخلي واحد يقتحم عالم اللي في تونس هو عبارة على كابوس تاع برشا عباد، كشمار تاع برشا ناس، معناتها الأوراق والسينياتور الليغاليزي وغيرها، يعني علاش هالفكرة تاع المشروع هذا مشيتوا فيها؟ اللي قلت انت هو فينالمون علاش، خاطر كما قلت انت معناها نحن في بلاد مش كان نحن معناها الوراق سي حاجه عاديه، الناس كلها تصح بونس يوميا في شبع اوراق من العبد العادي للشركات للمحامين، الناس كلها تصح في اوراق ودونك ولا لو بيزوان معناها سي تاي سال موجود، البيزوان موجود معناها باش تخدم من بعد على المونتاليتي، انك تبدل هالمونتاليتي. البيزوان موجود نعرفوه، فاجاتني واحنا نحكيو في الكواليس اللي قلت لي القانون موجود عنده سنين بتاع الامضاء الالكتروني. كيفاش نقول لك ان احنا زاد كنا سوركي كيف كنتي معناها كي قلنا احنا كي بدينا وقت 2016 ديجا القانون عنده 16 سنة. قلنا اونتر تون نورمالمون القانون معناه موجود، فما ديجا شويه عباد يستعملوا فيه وقتها، قلنا المونتاليتي ديجا موجوده، معناها قلنا العباد اللي تسخه فاسيل معناها ساهل يسفي تفسر لهم وتحكي لهم تعطيهم لا سوليسيون، خاطر العباد كي يعرفوا فما قانون يزم فما حاجه معناها باش تستعملها باش معنى تطبق القانون هذاك واللي تكون معناها ولا معناها المشكله مش تكون مشكله تاع عقليه. بعد وي لقينا فيكتيمون اللي فما مشكله تاع كولتور، هذه حاجه مش اوتيزي برشا، مش برشا عباد يستعملوها، مش برشا عباد يعرفوا هيك كيما قلت انت قانونيا. معناها القانون موجود عنده 20 سنه، قلنا احنا عنده 16 سنه، من اول بلدان في العالم مش بونس اللي حاطينها القانون قانون الامضاء الالكتروني. اللي هو واش معناه الامضاء الالكتروني؟ معناها يعطي قيمه الامضاء الالكتروني اللي هو معناها على الاورديناتور نتاعك ولا على التليفون نتاعك، يعطي نفس القيمه القانونيه كالامضاء العادي اللي مثلا سينا نعملو بالستيل ولا نفس القيمه القانونيه. نفس القيمه القانونيه معناها انا كي نهز عندي الامضاء الالكتروني، عندي وثيقه ولا عندي امضاء الكتروني اسمه على جسمه هو الكتروني، نفس القيمة القانونية متاع ورقة اللي تنجم تطلبها مني إدارة تقول يلزمك هذية تمشي تصححها في القباضة ولا تعملها في البلدية، نفس القيمة القانونية فيهم نفس الحاجات. وعلاش نفس القيمة القانونية؟ خاطر فيهم نفس الحاجات. تيجي تعمل إنفال عادي هذاك بستيلو مش نو يلزمك الهوية ويلزمك السيبور معناها الإنفال نتاعك باش تعملو على ورقة. دونك الإنفال الإلكتروني نفس الحاجة، يلزمك هوية إلكترونية. دونك من بعد نجم نحكيو على شنو هي الهوية الإلكترونية معناها كونكريتمون شنو هي، ويلزمك في بلاصة الورقة السيبور نتاعك باش يكون الأورديناتور عندك فيه دوكيمون نتاعك باش تصحو ويحميك نفس الحاجات. انت علاش تصح ما باش تقول الدوكيمون هذاك ما عادش يتبدل؟ دونك الانفال الالكتروني باي معناها الغارونتي الدوكيمون ما يتبدلش. في الانفال الورق عندي انت شكونك، ما كتصحح هذيك باش تمدي بطاقه تعريف البلديه ولا غيرها، معناها باش نعرفك انت شكون. الانفال الالكتروني عندي الهويه الالكترونيه نتاعك، دونك نفس الحاجه، سي جوست كانت هذيك فيزيك ورقه وستيلو وحبار وديبلاسمون سورتو ماشي وجاي، وهي سي معناها وين انت بالتليفونك بورديناتورك تصح على روحك. اكزاكتومون. ان جي ساين المغامره هذه بدات في 2016. علاش؟ كيفاش بديتوها هالمغامره معاك؟ ولا المغامره علاش؟ كما قلت لك معناها رينا لو بيزوان وحبينا نعملوا حاجه كي ريبون بيزوان افيك بور لو مارشي تونيزيان. معناها حاجه قانونيه عندها سبقه قانونيه في تونس. معناها نحن ليكيب بارتي كبيره من ليكيب كنا نخدموا في شركه كانت تعمل نفس الحاجه مي لبرا المارشي اوروبيان فرونسي معناها برينسيبال مون.
ممكن تعمل نفس الحاجه لبرا قبل ما تجي لتونس. انا كنت جنكنا فيها لبرا وهي جات لتونس حلت فيليال في تونس. اما بقيتوا تخدموا على دي سوليوشن للبرا الاوروبيه للبلدان الاوروبيه معناها قانونيا ما كانتش حاجه قانونيه بارابور لتونس معناها مش كونفورم للكادر جوديك ولا القانون تاعنا نتاع تونس دونك سي تو اوت سورسينغ معناها خدمنا الديفلوبمون اللي هما لبرا. و2016 بدات الفكره نتاع حبينا نعملوا حاجه هوني. هي الفكرة بدأت من 2013 من قبل ما خفينا الوقت شفنا القانون قانون قديم كما قلت لك حابين نفهموا فما ديكا يتشارج دونك نحن المشروع نتاعنا من الاول في الجزائر كي بدينا دونك شفنا المارشي التونسي شنو فيه عندنا القانون امور واضحه وعندنا اجونس اللي هي اداره عموميه الاجونس ناسيونال دو سيرتيفيكاسيون افيكاتيو تراست اللي هي لوتوريتي توتي معناها هي اللي تنظم القطاع هذا كما نقولوا وتعطي لي زوتوريزاسيون للعباد باش تخدم. دونك نحن كيفنا كل كيت شارج فهمنا علاش فما حد عملو قالوا كيت شارج برسمي معقد ومعن تكنيكمون ما حد عمل وقتها لقيتوه جيت اجوردي فما حتى حد هو وحتى اليوم حتى اليوم نحن بينا مازلنا ما كملناش معناها بابور الدوسي هذاك دونك عرفنا كو سي ان ديفي دونك كوم حاجه ما عمل حتى حد قانون عنده 20 سنه فما المشكله زاده كانت لو مونوبول معناها فينالمون فما اجونس عندها لو مونوبول بوغ معناها تعطي السيرفيس هذاك مي بون قلنا 2016 بدينا وقت بزنس بلان صغير بزنس انجل التو مازال معنا معناها سي اغاسروي معناها البروجي اكزيست اكزيستي او اكزيست اليوم وقلنا نبداو وهكا كانت البدايه وهكا كانت البدايه الخروج من شركه للتوجه لمشاركه في بعث مشروع ولا لبيعه مشروع حاجه سهله لا حاجه مش سهله بالكل وتعرف تقبل مش سهله من بعد بالاول تنجم هذيك الموتيفاسيون فاصون لازم تحب معناها لازم تحب انت تعمل حاجه كيكا انا خاطر فينا المونت كنت نشوف تقعد تخدم على روحك تحب على روحك طبعا يبقى الاوبجيكتيف نتاعك معناها ستابيليتي فينانسيير والكارير نتاعك استقرار معناها تنجم كامل تخدم على روحك مي ماهيش سهله مي حاجه سي شوا معناها سواء تحبها سواء ما تحبهاش ما فيهاش وانت وقتاش جاك الديكليك هكا قررت قلت لا توا مع الشركه هذه اللي بتخرج من تونس انا باش نقعد في تونس اي جو في ديفلوبي لو سيرفيس اما المره هذه في البزوان التونسي لا جات بتبعتها جات انا نحب لقيت شكون معايا اللي هو حب دونك حتى ما كنتش وحدي معنا في نورمال ليكيب كلي فيها الكوفونداتريس نتاعنا هي الريسبونسابل تكنيك التقنيه اللي هي في نورمال كي ديفلوبي البرودوي معنا كانت هي موجوده سي غاس ال في نورمال البرودوي بداو تعمل ولقيتها في نورمال بزنس انجل اللي معناها ميم سي ما يفهمش برشا وقتها في الدومين هذايا اقنعناه واقتنع ونتي سوبري اللي اقتنع هاي داكور دونك قلنا سي بون معناها كل الزيليمون موجودين دونك بدينا سي بيان وكي تقول لي اني تي سوربري معز اللي هو اقتنع سي جوستومون سي يعني كيفاش نجمتوا تقنعوا هو ساعات تو باش تقنع كليون باش يعمل لك اصلا السيناتور الكترونيك سي ديفيسيل فما بالك باش تقنع مستثمر انه باش يحط معاك ولو ان بيتي تيكي شويه فلوس من الاول باش يعاونك انك تبدا كيفاش ني عملتوا باش اقنعتوا راهي فما بزنس بلان مي جو بونس با كل بزنس بلان كي اللي اقنع سي بلوتو الكوتي جو دي وطنيه معناها دون سونس اللي حاجه في كيما باش تعمل اول مره فما زاد هذاك جيماجين اللي فات اول مره اللي القانون موجود مي ما عملوا حتى حد دونك فما لو ديفي التشالنج فينالمون جو بونس هو كي كوم تشالنج افير فما لو فات اللي فوالا معناها كونكريتمون كما شفناش لوبورتونيتي هذيك باش نعملوها كنا باش نخرجوا لبرا معناها في الموم المارشي هذاك ما كانش موجود في تونس ما كانش فما ديزاكتيوري يخدموا الخدمه هذيك في تونس دونك سي ان بو ان تو كيما قلت لك كنا سوبرين وقتنا وميم شجعنا برشا معناها باش نخرجوا من السوسيتي الفرنسويه ونخدموا البروجي هذايا وحدنا وبدينا دونك هو اللي عطانا الموان باش نبداو من الاول اكسلون وكانت البدايات كانت البدايات كيفاش بديتوا ان جي ساين قداش من واحد دينا ثلاثة عباد دونك نحن الفونداتور ثلاثة عباد دونك انا وكيف قلت لك مدام خديجه فرجاني هي الخصم سب تكنيك ومحمد علي ترهوني اللي هو الماركتينغ كوميرسيال بدينا كيما جو بونس برشا شركات صغيره تبدا في الدار دونك البرودوي بدا فريمون ديفلوبمون في الدار افيك بيبي على الطاوله معناها جنب دونك قعدنا برسك عام معناها هكاك بعد شوي بشويه ونا غاني كيلكو بتي كونترا بدينا الخدمه وكيما قلت لك نحل لوبجيكتيف تاعنا كل كيت شارج اللي حاطينها قدامنا علقناها كيلكو بار قدامنا وكل مره نقدموا فيها شويه وصلنا 2018 وين وقتها بدينا اللي حابين اون كونكريتيز وقتها وين المرحله بدينا مشينا لاجونس هي وقلنا ولا شنو نحبوا نعملوا داكور ووريتو وشنو تحبوا تعملوا كانت الامور سهله قبلوكم بسهوله تعديت بسهوله نو ما نقولش اللي معني ما قبلوناش نو قبلونا وحكينا معهم برشا مرات مي ما قبلوناش بسهوله
معنا كما قلت لك ان الدوسي هذايا فيه صور كبيره برشا. معنا نحن اول مره مشينا للاداره قلنا باش نعملوا الحكايه هذايا بالكايت شارج هذاك في 2018. ديجا اول حاجه كما نقولوا بارير تحطت لنا الكايت شارج هذاك، يقولنا دي لاجونس هذه تعطينا الاوتوريزاسيون، نحن دينا نخدموا في السوليسيون وهي نورمال تعمل فيريفيكاسيون كيما اي رخصه. معنا باش تعمل رخصه تاع بني تمشي للبلديه والبلديه تثبت معنا نعرفش في الرخصه اللي هو وتقول لك تفضل اخدم على روحك. هوني قلت لنا جاءوا البرير، قلت لنا انا ما نعطيش معنا ما نفبرش مشني انا باش نعمل مديت، جيب شكون يعمل لك من البر. حاجه ما تعملتش حتى مره هوني بون معنا ما عندهمش ليزيكيب ولا فيها ولا ما حبوش يعملوه. دونك ديجا حطونا البارير هذيك اللي هي ديجا كانت وقتها السوسيتي سي نا باس، معناتها كنا باش نسكروا معناها مامون. قالت لك نو انا ما نعملكش، جيب شكون من برا. دونك ما لازمش انا مكيت شارج تكلف لنا ديزون دوسي 200,000 ابار ديفلوبمون، مي دوسي الفري دوسي نتاعو 200,000 باش تجيب اوديت من برا. ناتورمون نحكيو على دوتر اسلام كبيره دوتر اوردر دو غوندور. دونك وقتها كمان ما وقفناش وتوجور غاس الانفستيسور هذايا. عادين عامين كمان صعاب عم يلوجوا في ان اوتر انفستور في المخاطر نسحقوا اكثر فلوس. كي نحكيو البر ناتورالمون سي ان اوتر ديمونسيون. اون ساجون اونتر بارونتيز لاجونس افي اللي هي عندها معناها هي تيجا اون بلاس ما عملت لوديت اترونجي نتاعها اول مره كان بعد 15 سنه، معناها بدات تخدم 2001 بالقانون هذاك. اول اتيستاسيون اترونجي كانت 2016. دونك هي طلبت علينا من البدايه قبل ما تبداو اصلا هذيك البارير توا. دونك لازمك تجيب انت ديجا نفس النيفو دو سيرتيفيكاسيون. وهذاك ليسا عملتوه بعد عامين قعدنا عامين نلوجو على دوتر انفستيسيون وبعد عامين عاودنا مدينا. دونك بعد عاوين دخلنا ديمونسيون اخرى وانا ديفلوبي حاجه اكبر. الانفستيسمون كبير برشا ولا دو ماتيريال داتا سنتر ونحكيو على فامون دي معناها بليزيو مليون معناها كي اونتي انفستي في البروجي. والاداره رجعنا 2021 دونك كنت مو نحن دوسي عاودنا صابينه في مارس 2021. لي زوديت اترونجي جبناه لها في اوت 2021. دونك عملنا لي زوديت تعملوا بلان كوفيد دونك تعملوا ا ديستانس. دونك جي فريمون في البيريود اللي الحدود مسكره وكل شيء مسكره بزهر وقتها. كوفيد ما عاونناش حتى في البيريود معنا وقتها كل شيء. حتى الزامسيسور معنا سي با فاسيل باش نلقى الزامسيسور في 2020 2021 كيما قبل ناتورالمون. و كما مازلنا معنا مازال فما ديريكسيون دي زيروتور مازلنا معناش لوتوريزاسيون ليك مازلت مازلت مش على كامله. متى ديجا معز ما شاء الله معناتها الحق برشا صعوبات. لا برشا صعوبات ومع صعوبة. هذا مازلتوا شادين صحيح معناها لانك معناها عطاونا ديريكتور على لي زوديت ما كيبيطو التكنيك معناها حاجه مكتوبه في السيرتيفيكات تقول لك ما نحبهاش هكا نحبها هكا. دونك مالت علينا جوست تحب اوديت اترونجي ولا تحب اوديت اترونجي فيه فيه افيا. وصلنا ميم بعثنا لوتوريتي وخاطر قالت لنا اوديت اترونجي دونك لوتوريتي فينالمون ما عادش تونسيه. دونك ديجا خرجنا من البر جون احنا قلنا فما مشاكل دو سوفرانتي معناها توا نحب نخدم في بلادي. قالت يجيب سيرتيفيكاسيون من بلاد اخرى. دونك تولي البلاد اخرى فينالمون يتحكم كيفاش تعمل لوديت. هي اللي تقبل اللي يتعمل ولا ما يتعملش، هي اللي تعمل فورمان تاع سيرتيفيكا، ما عادش تحكم فيه انت، تحكم فيها لوتوريتي غاديكا. وصلنا بعثنا لهم دي ليتر، قلنا لهم راهي الاداره نتاعنا تحب هذه وهذه وهذه معناها. والاول اللي يشانج هما يطلبوا منا حاجه، نحن نطلبوا من غادي حاجه، ونرجعوا لهم هنايا باش نجاوبوا. بور فاليدي. بور فاليدي. مالغري سا تقدمت ان جي ساين، اليوم انتم شركه عندها 30 حريف تخدموا مع بنوك مع مؤسسات عمومية وخاصة مع شركات تأمين. هذه الشركات اللي عادة عندها برشا عقود وبرشا أوراق وبرشا وثائق باش تتصحح. من ثلاثة بديتوا اليوم لو نومبر فات العشرة يظهر لي. كومون جير سيت بروغريسيون دون لا كريز؟ كيفاش واحد ينجم يتعامل مع نمو الشركة لكن في وضع أزمة؟ ما معمركم هذول ما خدمتوا مرتاحين سي سا ريزون فريمون سيتياسيون من الاول. معناتها من الاول معمركم ما خدمتوا مرتاحين حتى مره وصلنا نخدموا على حاجه جوست الخدمه نتاعنا فوالا. انا في توجور اداره بالضبط اوراق ماشيه جايه زيدني هذيك عملي هذيك معناها سي فيكمون مش صعيب حتى باش تخلي عباد معناها يقعدوا معاك ديما باش تفسر لهم انت حتى نحكيوا على السالير نحكيوا على لي زافونتاج تاعتيهم معناها تقول لهم انا دوفاسون مربوط اعطيني تعطين لوتوريزاسيون هذيك. ناتورالمون فما دوتر بروجي كناش نكونوا نيتمون 100 معناها مش 10 تو بالنسبه لي تو نحن 11 مش حاجه كبيره حاجه كبيره بعد 5 سنين مش حاجه كبيره. كناش أكبر بياسر معناها في تونس كناش نخدموا برا معناها نحن كي بدينا اول برودوي نتاعنا في 2016 ومعناها خرجنا الكومونيكي نتاعو في 2019 وقتها كمان اول فيرسيون معناها فامون ايتي بارمي لي بروميي في العالم معناها نحكيو على دي برودوي كيما البي كي اي. فمش حاجه معناها ديفلوبي برشا معناها فما كلكو زاكتور ديزاين دون لو موند اللي عندهم لو بروبر سوليوشن اللي نحن عملناه فريمون تاعنا وخدمنا عليها 3 4 سنين. فوالا وانا اونتي اوبليجي دو جور دو جيري
لو ستريس هذاك مع ليكيب مع لي انفستيسور وهونيتمون كاين مش لي انفستيسور ما نقعدوش خاطر لي انفستيسور زيتي كومبريونسيبل وعارفين شنو هي معناها فينالمون لوبورتونيتي ولي ديفي والتشالنج تاع الحكايه ولا معناها مازال ما صايبناش مازلنا شادين صحيح اكسلون اي برافو ديجا برافو خاطر يعني ملي نحكيو عليه نحكيو على اشكاليات وعوائق وهو صحيح في عالم اللي ذيك علاش قلت لك من الاول اللي احنا بلاد تمن ياسر بالاوراق يعني انا حتى متفاجئ توا اللي عندنا ادارات وعندنا مؤسسات ساعات يطلب من عندك اوراق في الموقع نتاعو على الانترنت وبعد نفس الاوراق يقول لك لازمك تعاود تجيبهم لي معناها تقول انت في مخك مال علاش اسمها ديجيتال معناها علاش هي الاوراق طالبينها على الموقع وبعد تعاود تجيبها انت دارير سي فريمون خاطر لاسنيت معناها الانفا الالكتروني معناها انت كي تعمل كل شيء بالديجيتال حكي على ضحكي على الدار ولا حتى على بنك ولا اسيرونس معناها تنجم تختار كل شيء على ديجيتال في الاخر لازمك تصح إذا باش تصح بالوراق معناها سواء باش تطبعهم وتهزهم ولا سواء باش تمشي غاد تعاود تعمر من الاول معناها سي ما ربحتش ربحت بدات شويه خاطر راك شفت في الايكون شفت الفيترين واخترت ديجا مرتاح في دارك ماكش قدامه هو في الاخر باش تمشي له باش تعاود تعمر كل شيء اما معناتها زاد معز اللي يحب يقول كيما فسرت لنا شويه قبيله ماذا بيا تفسر لنا بصفه النهائيه الامضاء الالكتروني شنو حكيته بالضبط السيناتور الالكترونيك يعني اليوم انا كشركه عندي أي نوع من العقود وإلا حتى كبيرسون فيزيك عندي أي نوع من العقود عندي 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 شهادتي باش نمشي بكي باش نقدمها يقول له يجيب الشهادة مطبوعة وليجاليزي وكذا عندي أيا كانت طبيعة الإمضاء نجم نعمله بالإمضاء الإلكتروني أي حاجة أي ورقة القانون معنا يسمح الإدارات تقبل معنا فما إدارات مزات ما تقبلش من الأكثر برشا إدارات يقبلوا هي العملية شنية معنى العملية فيها الإمضاء الإلكتروني فيه زوج حاجات فيه الهوية دونك الهوية نتاعك نحكيو على هوية إلكترونية زادة بيان سور وفيه السوليسيون معنى شنو هي الحاجة اللي تستعملها باش تصح الورقة نتاعك أنت دونك تمشي تاخذ الهوية هذيك أول حاجة هذيك اللي كان كنا نحكيو فيها بكري اللي هي توا ما تنجمش تاخذها من عند لانسيو يعني اللي هي توا هذاك المزود الخدمات الرقمية الوحيد اللي هو في الإنترنت لقاوه تون تراست تون تراست داكور دونك هو توا السول أوتوريتي اللي تعطي الهوية الهويه انا النجم نمشي لهم حمزه نطلب هويه بس تمشي لهم هو اللي تمشي واحد من لي غوفوندور من لي غوفوندور لي غوفوندور ونعمل هويه تعمل هويه اي واحد عنده الحق يعمل هويه الكترونيه الهويه نتاعو اي وبعد تمشي تعمل سوليسيون كما نقولوا ان جي ساي داكو معناها تعمل سوليسيون باش تحط في بلاصه ما تطبع انت مو عندك الوجيب عندك دوكيمون بي دي اف مع الناس كل عندها دوكيمون بي دي اف باش تطبع في بلاصه ما تطبع كدوكيمون هذاك تصحوا في اون سوليسيون معناها باش تدخل السوليسيون تحط الدوكيمون نتاعك وتقول لها هاي الهويه نتاعي وتصح الدوكيمون نتاعك ومن بعد الورقه هذيك نبعثها الاداره ولا نبعثها للشركه تتقبل ما يقولوليش وين الطابع نتاع البلديه ابعثها لهم القانون تتقبل تتقبل معناها بالقانون تتقبل وكما قلت لك فهم برشا ادارات معناها سي حوايج ياخذوا شويه وقت ومن مع القانون موجود لازمها تتقبل وش بونس المشكله علاش مازالت ما تقبلش برشا سي لوزاج معناها كي نوليو برشا نستعملوا فيها وبارمي الحوايج اللي حابين نعملوهم من الاول نحن علاش فينالمون نحبوا ناخذوا كل اوتوريزاسيون باش نولي نعطي ليدونتيتي كيما لانسيو سي بوغ اوغمونتي فينالمون الماستر عبيت سام كي بقى عندك انت اوبيراتور واحد الناس كلها باش تجي باش تاخذ ليدونتيتي صافي معناها سي ياخذ اكثر وقت وما تنجمش تسير لي كليون كلها صحيح تنجمش تسير الحق الحق ويمكن هذه نصيحه لكم ولا ما نسمعوش بها كيما يلزم هذا الالكتروني مانيش قاعدين نسمعوا به كيما يلزم اللي هو ينجم يخلينا نستفادوا من تضيع الوقت كلي بالسوايع واحنا واقفين شادين صف في الادارات ديجا هذيك اللي هي يمشي فيها برشا وقت وبرشا فلوس في شادين الصف ديجا انا كي نقرا بعض الارقام معز في فرنسا 67% من المعاملات اللي بالعقود صارت بالتوقيع الالكتروني يعني لي سيناتور 67% بالتوقيع الالكتروني معناتها في الاوروب فما معدل قرابة 70% قاعد تصير بالتوقيع الالكتروني دونك سهيله حاجه عاديه سهي معناتها ولا الاكثر هو التوقيع الالكتروني لا يشكون يعطونا لوتوريزاسيون تقول لي حاجه عاديه معناها خاطر فينا المول حل المرشي كلي زوز ثلاثه معناها مش كنا احنا معناها الفوات بدات وحده باش يجيو برشا تقول الناس كل معناتها تولي بيبليستي كيما ليغورت كيما غيرو معناها الامضاء الالكتروني اعمل الامضاء الالكتروني نتاعك كمسان نربحوا برشا وقت يعني فرنسا تعطيتها ليكزامبل فرنسا فيها 21 ولا 20 شركه معناتها تخدم نفس الحاجه دونك لو مارشي لي بيان سيرفي
il y a même un potentiel كنت تحكي لي قبيله تاع تخدم ناس معناها انه ناس اللي تخدم دي انجينيور دي انفورماتيسيان دي اللي باش يكونوا موجودين معاك تاع ديفلوبمون كي انت ديجا برشا حاجات نحن الفرنك خاطر جيت امام وقت ما لقينا حتى شيء حبينا نخرجوا في افريقيا واه دكا برشا بلدان افريقيه الفرنك اكثر فرنك جينا نقول لك ديجا انت ماكش اوتوريزي في بلادك دونك معناها بوغ فينالمون انت تخرج بالتكنولوجيا نتاعك لبرا يقول لك التكنولوجيا نتاعك ديجا ما كانتش باه ماهيش ريكونو من الاوتوريتي ناسيونال نتاعك انت دونك علاش تحبني انا ناسيونال هوني باش معنى علاش نمشي لك ليك انت ستارت اب تونسيه وما نجيبش فينالمون الجيون امريكان ولا الجيون فرونسي اترو بريكورسور معز في دومين كيما انتوما معناها انك تكون الاولاني ولا انك تكون من الناس اللي في مجال اللي نادر ان تكون الناس تخدم فيه كانتربرونور حاجه سهله هي حاجه باهيه ما ماهيش سهله انا قاعد في نلمو باش نبدا انت الاول دونك اشترى الصعوبات الكل باش تحملهم انت باش تحلهم انت انت من بعد يمكن انتم بعد تجربتكم برشا بيبان باش تحل برشا ناس انتم الساعه حاجه باهيه صح نحن ناكلوا بعد ولا ما نحبوا تحل الناس الكل بالعكس نحن ماذا بينا كان شكون ياكل توجيه يحط دوسي كيفنا نحن قال لك تولي وما ولا فما دو معناها عبد تحب معناها اكزاكتومون ولا كونكورونس ديما حاجه باهيه في الاخر اكزاكتومون وخاصه اني ولي ما عادش فما مونوبول وعاده المونوبول يكون موجود في دين شركات عمومية. لو كان نسألك معز مبارك بالنسبة ليك باش الواحد يقعد مصر باش الواحد يقعد عنده هالفولونتي وهالجرينتا باش يخدم رغم سنوات متعب شنو أنا صايحك الآن انتربرونور الآن أي واحد يخدم أي واحد يقرأ أي واحد اللي قاعد في حاجة ولكن مش قاعد يشوف في لبو دي تونيل مش قاعد يشوف الضوء في آخر النفق كيفاش ينجم يقعد مالجريسا شدد صحيح شنو تقوله لازم يكون عنده دي سون فرادة مبارد لازم يتحكم ديجا في الرياكسيون بتاعه خاطر ما لازمش يعمل رياكسيون شو هي الكونسيكونس بعد ناتورال لازم حاجة تحبها حاجة فريمون تحب تعملها سي اوبجيكتيف حاطه لازم توصل دونك شد صحيح شد صحيح في الاوبجيكتيف نتاعك ودي سون فوا دي سون فوا وتبدا بيان انتوري دمك باهي سي تري امبورطون تبدا بيان انتوري بيان انتوري بيان انتوري كومون بيان انتوري كومون سونتور كيفاش تعمل بور تونتوري راهي سي ساعات فيها دلا شونس هي معناها فينا واحد والسيرك مي جو بونس عند الناس كل معناها البوسيبيتي باش تختاروا لي زامي باش تختار لونتوراج نتاعك لونتوراج اللي تعدي فيه معاهم اكثر وقت انت معناها ريالمون وهلا معناها فينالمون سي انت تختار مع شكون تعدي وقتك معناها سي انت تختار الوقت نتاعك شنو تعمل فيه معز لو كان ترجع بينا الايام ولا لو كان وانت خارج من بحذانا من هنا في انجح تقابل معز قلت 18 سنة صغير برشا ما عاد برشا رجعت برشا تاني شنو تقول له فماشي حاجه تقول له معز رد بالك تعملها ولا حاجه تقول له معز هذيك اعملها وزيد اعملها وزيد اعملها شنو تقول له لا متردد قول له عملها العمله ولا ما تعملهاش اش بونس نقول له عملها قولوا عملها خاطر مش حكيت مش معناها الناس كلها تندم على برشا حاجات تعملهم برشا حاجات تكون نعملهم خير بو غاني دو طون بو غاني في المحوايج نحن دخلنا ديريكتومون دونك تعلمنا برشا حوايج من غلطنا دونك مش نقولوا شنو هما الغلط اللي عملتهم متعودهمش مي ما نقولوش ما تعودش تعمل نفس الحاجه هيك زعما داكور هنا تحكي على ان جي ساين تحديدا نحكي على سبيسيالمون ان جي ساين على اي دون لابسولو في المطلق فماشي حاجات كنت تحب انك تعملها ما عملتهاش فماشي حاجات بالعكس عملتها وبعد قلت كانت تضيع وقت فينا لا اي سبيسيالمون نو انا الحوايج اللي فيتمو كنت ما نحبش نعملهم هي مغلاط عملتهم في الباركور مع ان جي ساين وحتى مع سوسيتي معناها انا شديت من 2011 2018 ريالمون جيرون تاع سوسيتي اخرى دونك عملت كوم مغلاط حتى في سوسيتي هذيك معناها شديت شركه معناها عمري 28 سنه اول اكسبيريونس دونك سي نورمال عملت برشا غلاط مي فوالا سي تتعلم فينا من غلاطك معناها سي سكي فيرمين يزيدنا برشا حاجات ثلاثه كلمات من اللي كنت تقولي فيهم معز باش نحبك تقولي شنو يعني لك شنو يعني لك الشهاده الجامعيه هي المعرفه معنى الشهاده الجامعيه سيبون شنو هي الشهاده مي معرفه وتجربه كتر الشهاده الجامعيه في المواضيع زاد التجربه فيها عباد قابلتهم فيها برشا حاجه تعلمتهم مش اهم حاجه
متاكدين ماهيش اهم حاجه باش تعلم نفس الحاجات من غير الشهاده الجامعيه. مي اذا عملتها معناها تعديت برشا دي زيتاب وفحين اللي تعلمت منهم برشا حاجات. شنو يعني لك الفشل ولا الغلطه ولا الاخطاء؟ سي الديسيزيون اللي تاخذها بعد الفشل. سي سا وين تعرف نعمل فرق ما بين اسكو انت بور لي زونتربرونيا ولا لا. يعني اذا تفشل وتوقف تعمل حاجه اخرى ولا تفشل وتعاود وتكمل. وسي دون لا دوري معناها فينا الواحد ينجم يعاود مره مرتين عام عامين. بدات نتعاون 5-6 سنين ساعات حاجه باهيه ساعات حاجه مش باهيه معناها ساعات كي تقعد زاد في نفس الحاجه تشد فيها صحيح اي رغم ان انت تظن في الحيط يعني لازمك تشد صحيح مي تراك كمان عندك فيزيبيليتي تعرف تشد صحيح مي فينا قدامك فما علاش مش تشد صحيح في الابسولي جوست خاطر نحب نوصل لوبجيكتيف هذاك خاطر نحبه نو يعني كي نحب نوصل لوبجيكتيف هذاك مش خاطر جوست نحبه وين نحبه مي خاطر نعرف اللي عندي الحق ديجا باش نوصل له وعندي المويه باش نوصل له. وشنو تعني لك فينا المو معز الطموح؟ طموح تعمل اللي تحب عليه وما سي لو غيف توصل النهار تقوم الصباح تعمل اللي تحب انت تعمله ماكش ما عندكش حتى كونترانت ابار لو فات اللي تحب تعمل حاجه بيك سي لو غيف تاع اي واحد اي واحد فينا اي واحد فينا شنو هي النجم نتمنيه لكم معز بن مبارك وخاصه انجي ساين سي شنو هي الطموح نتاعها شنو تحبوا تعملوا ولا من الاول الطموح نتاعنا سي نكونوا هكا ان جيون دو ميتي هذاك انا ريالمون نحب نكون كيما ما نحبش نسمي شركه كبيره كيما شركه كبيره نحب نبداو بتونس ويزلنا نبداو بتونس مي الطموح نتاعنا سي برا معناها بو كونكورونسي عباد دي جيون من دي زوروبيان دي امريكان حتى لا سوليسيون ولا تكنولوجي موجوده وعندنا وتبعنا ميم ليفولوسيون معناها عملنا دو لافون معناها دو ان بو لير دي معناها ريشيرش ديفلوبمون تبعنا لينوفاسيون تبعنا شنو يصير كنا نجم برشا حاجات كان خلاونا نخدم معناها خاطر فينالمون نخدم بلي مويان دو بور كيما كنت او مود كريز معناها 5 سنين مي عملنا حاجه تكنولوجيا شبونس اللي مش موجوده برشا واللي نحبوا نخرجوا بها لبرا نحبوا تكون ريفيرونس تونس تكون ريفيرونس برا اكسلون ان شاء الله يتعمم اكثر واكثر التوقيع الالكتروني نتمنى لكم انكم زاد تاخذوا سكيلفو كوم كوم سيرتيفيكاسيون او لافال نتاعكم اي جو سويت بوكو دو سوكسي ان شاء الله ميرسي بوكو معز ميرسي عايشك معز عايشك شكرا على حضورك يعطيك الصحه